هذا كله. غسيل ذوقك. حشوفك تاني أكيد. إن شاء الله. في إن شاء أي الله. وقت أنا ما. أمن المكان، أمن المكان يا نور. حبيبتي يا ماما، أنا خايفة عليها قوي يا شرف. لا يا حبيبتي ما تخافيش، أمك زي الأسد، هتقوم منها برضو. ربنا يستر، البلاوي اللي عمالة تحصل لنا دي. خير يا جماعة خير، ولا تقلقوا، أبو نسب ده عمره طويل وربنا هيطول في عمرها ان شاء الله لغايه ما تشوف احفادها. يا استاذ امجد، حضرتك ما شفتش الناس اللي ضربوها؟ ده والله ما شفتش، دول ضربوا بالنار وجريوا زي الصاروخ. طب ما فيش حد في الاوتيل عارف يلقط ارقام الموتوسيكل؟ يا استاذ عمرو، المجرمين دايما بيبقوا سارقين الموتوسيكلات اللي بيعملوا بيها الجرايم. عندك حق يا فوتنا امجد. لحظه، تعالى اسحب اسحب. هي الولية دي كانت بتعمل عندك ايه في الاوتيل؟ مش وقت الانتصار. محمود؟ محمود؟ الحمد لله مدام نور حالتها بقت مستقرة. الحمد لله. انت هنا بتعمل ايه؟ انا اللي قلت له شرف، والراجل كتر خيره جاي يجري. سبحان الله سبحان الله يا حبيبي، ليها عمر على ايديك، الحمد لله. تيجي منك انت يا محمود؟ انت برضو يا حبيبي؟ واجبك يا دكتور يا طنط، يحتم عليا انقاذ حياة اي مريض. انا بجد مش عارفة اقولك ايه. على العموم هي لما تفوق هينقلوها الاوضة بتاعتها، تقدر تستناها هناك. السلام عليكم. سلام. ايه واقفة ليه؟ روحي الحقي جوزك، ما تسيبوش في ظروف زي دي، اجري اجري يلا يا شرف. محمود يا محمود، محمود انا عايزه اتكلم معاك كلمتين. انت عارف كويس قوي ان انا ماليش ذنب في اللي حصل. فعلا مالكيش اي ذنب، ان جوزك يترمي في السجن ما تجيش تسالي عنه عشان مامتك اديتك اوردر بكده، وبرضه مالكيش ذنب ان جوزك يخرج براءه وما تجيش تقول الحمد لله على السلامه. محمود ربنا وحده اللي يعلم ان انا كل لحظه كنت بتمنى ان انا اكون معاك، بس انا كنت حاسه، لا انا كنت متاكده ان انت مش عايز تشوفني. بعدين كنت حوري وشي ازاي لمامتك، هي اساسا مش عايزه تشوفني. انت النهارده اللي جاي تنقذ امي بعد كل اللي عملته معاك. انا مش عارفه ارد لك الجميل ده ازاي. مش عارفه ولا جميل ولا حاجه، ده فضل من ربنا. بصي، انت لو عايزاها نكمل مع بعض يبقى تيجي تعيشي معايا، بعيد عن الشقه بتاعتك وبعيد عن مامتك خالص. وانا موافقه، بس عايزاك تديني فرصه بس لحد ما ماما تخرج من المستشفى، وانا عندي استعداد اروح معاك في اي مكان انت عايزه. ماشي. معقول اللي انت بتعمله ده؟ ما هو يا اما انت اتجننت يا اما عايز تجنني. يا ماما يا حبيبتي، انا واجبك كطبيب يحتم عليا ان انا كان لازم اعمل عمليه. يا سلام، ما الدكاتره على قفه من يشيلوا يا اخي. طب قول لي بقى بذمتك، لو جرى لها حاجه في اوضه العمليات وماتت كان ايه اللي هيحصل؟ والله كانوا هيلبسوك القضيه ويقولوا ان انت اللي قتلتها. ماما ايه الكلام اللي حضرتك بتقوليه ده؟ هو انا واقف في اوضه العمليات لوحدي؟ ما في حواليا 50 شاهد ودكاتره كبار كمان. ثم الحمد لله يعني جت سليمه والعمليه نجحت. يا فرحتي يا اخويا. على فكره بقى، انا النهارده قابلت شرف واتفقت معاه ان هي هتيجي تعيش معانا هنا لغايه لما ان شاء الله نلاقي شقه بعيد عن والدتها. يعني انا مش مصدقاك، انت لسه مصر على العيله دي بعد كل اللي حصل؟ طب ورحمه ابوك ما حوافقك المره دي على اللي انت عايزه؟ لو السما حطت طبقت على الارض. يا ابني يا ابني، انا ما عنديش غيرك، انت عايز تحرق قلبي عليك. يا امي يا حبيبتي، شرف مراتي، امال هاز ذنب؟ هناخدها بذنب امها؟ اه يا اخويا ناخدها بذنب امها، لان امها مش هتسيبكوا في حالكم. طب بالمناسبه دي بقى، انا كان رايي يعني ان حضرتك المفروض تروحي تزوري امها. اديك في وشك،
انت جننت يا ماما. يا حبيبتي زيارة المريض صدقة. بس انا اللي نفسي اعرفه يعني مين ليه مصلحة ان الست دي تتقتل؟ لا انا ماليش اعداء وما اقدرش اتهم حد، وبعدين مش العميدة نور الرصاصة تموتها. انا لو عايزين يموتوني بقى يفخخوا كل البدلة. الف سلامة ليكي. يمكن في اي حد من المسجولات عند حضرتك ليكي معاها مشكلة، او في طرق قديم بايت بينكم من اي مسجولة؟ طرق ايه؟ لا لا، حضرتك لو جيت السجن عندي هتلاقيه زي النادي بالظبط. انا والمسجونات كلهم انتيمي والله. ارجوك ارجوك يا ست العميده حاولي تساعدينا شويه. اظن انت قبل كده تعرضتي لمحاوله الاغتيال والرصاصه جت في حماد بنتك. ايوه بس الله اعلم الله اعلم انا اللي كنت مقصوده ولا لا. وعلى فكره المره دي انا كان معايا الاستاذ امجد. احنا جبنا الاستاذ امجد واستجبناه، هو قال ان هو ما شافش اللي كان بيضرب عليك النار، وكمان ما بيتهمش حد. كده كده أمجد نظره ضعيف. على فكرة أنا كمان ما بتهمش حد. على العموم يا سيادة العميدة إحنا تعبناك جامد وإحنا أسفين ليك. بعد إذنك اتفضل. ألف سلامة ليك. الله يخليك. بس هنستأذنك تمضي على المحضر بس. أمضي؟ طب أمضي بذمتك يعني؟ شوف دراعي عامل إزاي. أمضي إزاي أنا؟ إيه يا سيادة العميدة ده دراعك الشمال؟ هو ده الشمال؟ أيوة الشمال. شكرا. نسيها ست العميدة. العفو. تعبناك معانا جايبينك في حاجه صغيره. معلش المره الجايه في حاجه اكبر ان شاء الله. مع السلامه كتر خيرك. ميرسي 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 خالص. سلامتك يا نور. سعاد الله يسلمك. بصراحة آخر حاجة كنت أتخيلها أنك تيجي تزوريني. ليه ما تقوليش كده؟ طبعا إحنا لسه أهل وفي بيننا عيش وملح. كتر خيرك. شكرا. أنا صحيح جيت أطمن عليكي بس غصب عني يا نور، عمري ما هنسى اللي عملتي في ابني. سعاد آه آه، أنت ليه حاسة أن أنا حاطة ابنك في دماغي وأنا اللي لبست القضية؟ على فكرة والله كل الأدلة كانت ضده، وربنا بس اللي يعرف مشاعري ساعتها كانت عاملة ازاي. خلاص بقى مالوش لزوم الكلام، أنا بس جيت عشان أعمل الواجب والأصول. أصيلة يا سعاد أصيلة والله. يلا أشوفك على خير. ما بدري أعزمك على كوباية فيتامين سي ولا حاجة. المثل بيقولك يا بخت من زار وخفف. قصدك يا بخت من زار وبستف. شكرا يا سعاد. سلام يا نور. مع السلامة. ألف شكرا. ادخل. السلام عليكم. سلام ورحمه الله. طمنيني ازيك النهارده يا ستي؟ كويس الحمد لله. يعني يا شاور سايبه جسمي كله وتبوسيني في الجرح؟ والله ما كنت اعرف. معلش معلش. شكرا شكرا. اقعدي بقى. خلاص خلاص يا حبيبتي وعشره عمري. يا رب اللي فيك يجي فيا انا. بعد الشر عليك يا ستي، ولا انا ولا انت. يا روح قلبي. انا بس كنت عايزه اسال، هي الست اللي كانت هنا دي تطلع من مين؟ قرابه عشريه حتى في المستشفى.
دي سعاد حماد بنتي. غريبة، ايه الخالق الناطق البت سيدة؟ سيدة مين؟ سيدة هي دي تتنسي؟ المسجونة دي الوحيدة اللي هربت من تحت ايدك ايام زمان، فاكراها؟